الطائرات الموجودة عندنا حاليا إن شاء الله فضل الله ثم فضل السيد رئيس الوزراء والسيد وزير الدفاع الشيخ ثابت العباسي إن شاء الله تتصلح، وإن شاء الله الأمور من أحسن إلى أحسن، ولا نحتاج من القوات الأمريكية ولا أي قوات من القوات الأجانب يجون بالجو العراقي أو تغطية الجو العراقي. أكيد اليوم من خلالكم هنناشد الحكومة العراقية يعني تنظر أنه هاي الطائرات اليوم العراق كلش محتاجها، الوضع الأمني الحمد لله والشكر احنا إن شاء الله نقول زين، بس أول شيء لازم نتحسب أنه للقادم احنا نكون متحسبين، وخب منظر هاي الطائرات أنه قاعدة إن شاء الله ما نحتاج التحالف الدولي. هي هاي أموال الشعب، هي معدات لمن؟ لحماية البلد، يجب أن تصان، يجب أن تدام، هاي لها صيانة وإدامة وشيء، احنا يعني بينا، إذا ما عندك سلاح أنت بلدك مباح. حياكم الله. غابت الصفقات لعقود، ليبقى القطب الواحد هو المهيمن على الاتفاقات، ويهدد بتجميد عمليات الصيانة في حال الانسحاب. هذا الحال بالنسبة للطائرات الأمريكية، أما الروسية فلا مجال لإصلاحها في ظل العقوبات، لتنطلق حكومة السيد السوداني بمسيرة تطوير القدرات وتنويع مصادر التسليح، فسيكون العراق قادراً على تأمين أجوائه بعيداً عن الضغوطات والتحديات، أم أن للواقع الأمني كلام آخر؟ للحديث عن ملفنا الأول حول تعزيز قدرات سلاح الجو العراقي لمواجهة التحديات، لا سيما بعد خروج قوات التحالف الدولي من العراق، ينضم إلينا في الاستوديو الخبير الأمني سرمد البياتي، حياك الله. أهلا وسهلا. وأيضا ينضم إلينا عبر الفونو اللواء الطيار تحسين الخفاجي رئيس خلية الإعلام الأمني، حياك الله أستاذ تحسين. نعم، سيحاول الأخوة الاتصال بهم. أبدأ معك أستاذ سرمد، ونبدأ من قدرات سلاح الجو العراقي. أكو ضغط للتحالف الدولي، في حال انسحابه سيوقف عمليات الصيانة، ما صحت هذه المعلومات؟ بداية تحية لكم، رمضان مبارك، هاي المرة الثانية علينا وعليك إن شاء الله. دكتور لا، انسحاب التحالف ما راح يأثر على هذا الموضوع يعني بالذات. لماذا؟ لأن أكو هنالك تعاقدات مع شركات أمريكية قد لا ترتبط بالدولة، لكن هذا ليس اطمئنان كاملا بالمناسبة، يعني لأن تعرفين احنا عدة مرات شكينا من شركة لوكيت مارتن المسؤولة عن طائرات الاف 16 اللي هي تعتبر القوة الضاربة للقوات الجوية العراقية، يعني عدة مرات انسحبوا وهم أيضا مسحوبين. يعني شنو سبب الشكوى؟ في وقتها إذا تذكرين هم موجودين في قاعدة بلد، فصار استهدافات عدة على قاعدة بلد الجوية، فطبعا ذولا مهندسين مدنيين يعني، فلذلك هم تخاف الإدارة، إدارة لوكيت مارتن يعني حسب ما سمعتهم أيضا آني، بأنه إذا قتل عندهم مهندس أو شيء ممكن أن يدفعون تعويضات كبيرة لهذا الموضوع، فممكن بأنهم يعني يستمرون بالصيانة بس من خارج العراق. طبعا هذا الموضوع احنا رافضيه تماما، يعني بالمناسبة يعني في إحدى المرات بالحكومة السابقة أذكر أيضا تأخروا علينا واحتاجينا صيانة، احتاجينا سبير بارس طائرات الاف 16، فوقتها هددهم قائد القوة الجوية قال لهم إذا ما راح تجون راح نفكك إحدى الطائرات وممكن أن نأخذ منها أدواتها احتياطية. طبعا هذا الموضوع جدا يهمهم، هم يتخوفون من تفكيك الطائرات، فرجعوا لوكيت مارتن
بعد ذلك ايضا انسحبوا. يعني لذلك هم يلعبون هاي اللعبه. هذه لعبه مزعجه. مع العلم العراقي يدفع لهم يعني اعتقد 205 او 300 مليون دولار سنويا للصيانه والسبير بارس. تعرفين الاف 16 صيانتها غاليه وادواتها الاحتياطيه ايضا غاليه، فلذلك هذه مشكله. كذلك عندنا بالنسبه للسيزنا كارفان اكو شركه اسمها سبارتام، لكن سبارتام ما ينسحبون. يعني ما مشكلتهم؟ ماكو مشكلتهم، بس هي سيزنا كارفان ما توصل الى يعني كفاءة الاف 16، يعني طائرة بسيطة يعني. لا. ممكن الطائرات الكورية توقف عقدها من 2018 اعتقد بقت او قبلها بقت يعني مغطات يعني 24 طائرة حوالي تي 50 الكورية، هذه ايضا جيل متقدم يعني تقريبا يعني اقل تطورا من الاف 16 لكن لديها قابليات قتالية عالية جدا. انعاد العقد معهم ايضا في الحكومه في زمن سيد جمعة نادف، قلت انا اشتكيت باحد الاجتماعات قلت لهم لماذا هذه الطائرات متوقفه؟ فكان اكو اشكال اعتقد يعني مبالغ. بعد ذلك رجعوا الكوريين، يعني هسه اعتقد 8 الى 10 طائرات من تي 50 هي تعمل. تعمل كل هاي السنوات وبعدنا نحتاج الى صيانه، يعني ما تعلمت عندنا فرق على صيانه هذه الطائرات. سؤال مهم جدا. ضمن العقود هذه ست فرح، ضمن العقود اليوم انت متعاقدين على طائرات. نعم. بيها ايضا منهج تدريبي يدرب الطيارين، يدرب الفنيين، اتفاق على سبير بارس، فعندنا واصلين الى ليفل 7، يعني عندنا موجودين. من اصل ايش قد هذا الليفل؟ هو اعتقد 7 ليفلات بالاف 16 اعتقد، هي يعني مراحل يعني شلون الدورات احنا نسميها. تكملين الدوره الاولى ثم الدوره المعقده اخرى تزداد تعقيدا. نعم. الى اخر دوره تكونين قادره على الصيانه. لكن المشكله وين؟ المشكله في صيانه المحركات. المحركات يحتاج لها معامل من اجل صيانتها. احنا ما يعني الشغله غير ذات جدوى اقتصاديه انه ننشئ معمل داخل العراق لصيانه محركات. معاملهم مثلا موجوده في المانيا او في دول اخرى اللي عندها الاف 16 يعني بكميات يعني كبيره. فلذلك احنا مضطرين المحرك اللي يكون يصيبه عطل ينقلوه الى بالمناسبه نقله اعتقد هو يكلف مليون دولار، يعني مشكله يعني للصور. هذه مو البطانه اغلى من الوجه؟ طبعا لا لا، هذا انا الموضوع قلته، لكنه من تاتين على وزاره الدفاع العراقيه العقود، وخاصه احنا عقيدتنا اصبحت غربيه بعد 2003، هذه يحتاج لها مبالغ كبيره. المبالغ التي ترصد بالموازنه غير كافيه اطلاقا، غير كافيه اطلاقا. يعني المشكله مشكله فلوس اساسا. مشكله يعني دائما اذكر بالمناسبه مشكلتنا الامنيه اقترنت بالمشاكل السياسيه اللي بالبلد. يعني اصبح اليوم انا من اتكلم امن لازم اخلط بسياسه، لازم اقول بانه اكو هناك ربما موجودين بالبرلمان من لا يريدون تسليح الجيش العراقي. زين شنو مصلحتهم؟ يعني شنو مصلحتهم؟ وشنو بنفس الوقت دورهم حتى يضغطون لعدم التسليح؟ هذا سؤال على قدر اهميته على قدر خطورته. هذا الموضوع يتعلق حتى بما قبل 2003. أي. يعني تعرفين احنا مكونات الشعب العراقي ثلاثه. نعم. اكو يعني انا اشعر اكو فقدان ثقه بين هذه المكونات، اكو مكون اخر يتخوف من هذا المكون انه باعتباره اغلبيه انه اللي يسيطر على هذا السلاح ممكن ان يعني يسيطر عليهم بهذا السلاح. طبعا هي فكره ضيقه لانه احنا عندنا دستور وعندنا ديمقراطيه وهاي، لكن انا اعتقد مرات مخلفات الماضي ممكن مثلا الاكراد يتخوفون علني يتكلمون. هذه المخلفات منمحت بعد دخول داعش وقفه العراق الواحده لتحرير الاراضي العراقيه؟ هي المفروض تنمحي. صح كلامك سليم ودقيق 100%، المفروض تنمحي، لكن يعني اكو هنالك بعض الامور اللي تحدث هم يعني يمسكونها مسكن في 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 عمليه التفاوض. يقول مثلا نحن تعرضنا للقصف، نحن ممكن انه اذا حدث شيء ممكن ان يستخدم هذا السلاح ضدنا، على اعتبار تذكرين النظام السابق عده مرات دخل يعني الاقليم وصارت يعني هي مشاكل مستمره في هذا الموضوع. فالتخوف لا زال موجود. هذا وين ينعكس؟ ينعكس داخل البرلمان العراقي. اليوم من نجلس نقول نريد الطائره الرافال الفرنسيه، يابا خصصوا لنا اموال. ماكو رافال غاليه ب 200 مليون دولار وحده، يرفعون ايدهم قسم قسم ما يرفعون ايدهم. نعم.
ما يصير تخصيص مع العلم. ما يصير تخصيص، ما يصير اكو اتفاق على هذا الموضوع. مع العلم وزارة الجيوش الفرنسية جت في وقت الوزيرة قالت احنا مخازننا واسلحتنا وهذه كلها مفتوحة لكم. جبنا عندنا عقود رادارات وصلت، رادارات عالية التردد وصلت، المخفضة التردد اللي أقصد بها اللي تكشف الأهداف الواضحة. رح أناقش هذه النقطة وياك بالتفصيل، ولكن اسمح لي أن أسمع وجهة نظر اللواء الطيار تحسين الخفاجي رئيس خلية الإعلام الأمني. حياك الله سيادة اللواء وكل عام وأنت بألف خير، رمضان مبارك إن شاء الله عليك. نتحدث عن ضغوط التحالف الدولي حول تسليح العراق، هل هنالك صحة لهذه المعلومات؟ إذا من سحب التحالف الدولي فلا صيانة ولا تسليح للقوات الأمنية العراقية؟ تفضل. يعني أولا رمضان كريم وكل عام وأنتم بألف خير، ولضيفك الكريم أيضا الأخ العزيز كل عام ورمضان كريم وهو بألف خير. حياك الله. فيما يخص كمنظومة تسليح للجيش العراقي وكل قواتنا الأمنية، لدينا الإمكانية والقدرة من سواء الكوادر البشرية باستيعاب أعقد التكنولوجيا الموجودة بالعالم. الدليل على ذلك أنه تسليح جيشنا الآن وقواتنا الأمنية بمنظومات وأسلحة ومعدات راقية جدا ومعقدة جدا، ولو لاحظت يعني سواء القوة الجوية أو طيران الجيش أو حتى سلاح المشاة تلاحظين أرقى ما موجود في العالم من تسليح هو موجود عندنا. طبعا هذا التسليح بلا شك يحتاج إلى إمكانيات وقدرات عالية من الأموال، وبنفس الوقت أيضا فترة زمنية وتعامل مع هذه المعدات المعقدة إلكترونيا واللي تعتبر من حروب الجيل الرابع والخامس والسادس. وأكبر دليل على ذلك هو منظومة التسليح، لو نراجع مراجعة بسيطة نلاحظ بأنه العراق يتسلح شرقا وغربا. يعني في مجال الشرق احنا لدينا التي 90 دبابة متطورة وقادرة وإمكانياتها وقدراتها عالية جدا. نعم. في مجال طيران الجيش لدينا طائرة المي 28 اللي هي آخر ما توصلت روسيا إليه، والمي 35 في سلاح طيران الجيش. نعم. في مجال القوة الجوية لدينا طائرات متطورة ومعقدة إلكترونيا وتستخدم في مجالات عدة من ضمنها الـ F-16 والـ T-50 والـ Stinger والـ Cessna Caravan، وهذه طائرات حقيقة متقدمة إلكترونيا ومتقدمة. طيب. بمنظومات المعدات والتسليح. طيب سيادة في مجال اللواء الدفاع الجوي. نعم. تلاحظين انه اعقد الرادارات اللي موجوده الفرنسيه هي موجوده عندنا. اذا احنا ما عندنا مشكله بالتسليح ولا عندنا مشكله باستيعاب المنظومات التسليحيه، ولكن مثل ما ذكر ضيفك الكريم بانه اذا تتخصص اموال ومعدات اكيد راح ووفق بالمناسبه وفق رؤيه وتحديات البلد واهداف البلد واستراتيجيه ودقه البناء السليم لتطور المنظومة الأمنية والدفاعية للبلد، أكيد أهدانا راح نختار بما يتناسب. نعم. ويتلائم مع قدراتنا وإمكانياتنا. وضحت الفكرة سيادة اللواء، لكن عندي سؤال. هنالك طائرات روسية متوقفة عن العمل بسبب الصيانة، بسبب العقوبات المفروضة على روسيا. اليوم وزارة الدفاع كيف تستطيع إحيائها من جديد؟ بدأت الحقيقة وزارة الدفاع بالعمل مع الكادر التصنيعي، وبدأت من خلال طائرات الجيش، والآن هناك عمل كبير في هذا المجال، وهذا طبعا من خلال دعم دولة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة المحترم لمنظومة التسليح واهتمامه الكبير والعالي بهذه المنظومة. الحقيقة احنا مثل ما ذكرت انه احنا قد تكون هناك بعض التحديات، ولكن سوف نتجاوزها وتجاوزنا الكثير منها وارجعنا الكثير من هذه الطائرات نتيجة للصيانة. هناك عمل كبير، هناك تطور كبير، هناك إمكانية وقدرات عالية، ولكن نرجع ونقول أنه يعتمد كلها على التخصيصات المالية. التسليح في كل دول العالم، في كل دول العالم وفي أفقر دول العالم اللي موجودة في العالم تبقي للتسليح أولوية عالية جدا في مجال الميزانية وفي مجال التخصيصات وفي مجال الرؤية المستقبلية للخمس سنوات أو الثلاث سنوات القادمة. لذلك عندما تضعين ميزانية تضعين في بالك وتضعين في حساباتك أنه الأموال اللي تخصص للتدريب لبناء القدرات للتسليح مهمة جدا. طيب بعد انسحاب قوات التحالف أكو ضمانة للعراق بالتسليح واستمرار عمليات الصيانة؟ يعني احنا بمراجعة بسيطة أنه من خلال العمل الكبير اللي يقوم به وحسب توجيه القائد العام احنا الآن بنعمل
وعملنا اللي موجود الآن حاليا من خلال المعلومات الاستخبارية ومن خلال استهداف سلاح الجو لمناطق معقدة جغرافيا، واستطعنا أن نحقق بهذه الضربات قفزة نوعية في قتال تنظيم داعش الإرهابي في تهديده وفي أيضا تدمير استحكاماته وتجريد العدو من أعقد المناطق اللي هو يتواجد بها واللي كان يعتقد بأنه ممكن أن تكون ملاذ آمن له. حصلنا حدودنا الدولية، منعنا كثير من الأمور، طبعا تحصين الحدود الدولية ليس فقط مع الجانب السوري وإنما مع الجانب التركي، هناك عمل كبير مع الجانب الإيراني مع الجانب الأردني، عملنا كبير وتعاون كبير في مع كل دول الجوار. هذا الحقيقة أعطانا زخم كبير ودعم كبير في يعني التعامل مع التحديات المستقبلية. احنا بدأنا منذ أن انتصرنا على داعش ومنذ أن استلمنا كل القواعد اللي كان يتواجد بها التحالف الدولي، اعتمدنا على نفسنا واعتمدنا في عمل كبير، واستطعنا أن نثبت للعالم ولكل من كان يشكك في إمكانية وقدرة قواتنا بأننا قادرون على ملاحقة تنظيم داعش الإرهابي. والدليل على ذلك منذ عام 2017 وإلى حد هذا اليوم فتنا كل قياداته، أغلب قياداته، سيطرنا على حدودنا الدولية، استحكاماتنا أصبحت الآن أعلى، خطوط صد الآن موجودة، عمل كبير، رؤية لمستقبل قادم أيضا، ورؤية لمستقبل حتى في مجال تنوع التسليح، في مجال انفتاح العالم، في مجال تعول العراق مع دول تماماً. العالم ورؤيته وعلاقته مع كل دول العالم المتطورة، وتعاون العراق مع المنظومة الدولية لمكافحة الإرهاب. هذا كله يعطينا زخم ودافع كبير لأن نعتمد على أنفسنا وأن نطور من إمكانياتنا وقدراتنا. شكرا جزيلا اللواء طير تحسين الخفاجي رئيس خلية الإعلام الأمني، كنت معي عبر الهاتف، شكرا جزيلا على كل ما تفضلت به. إذا أستاذ سرمد، اتفقت أنت وسيادة اللواء على التخصيصات المالية بعد تجربة داعش، بعدنا نحكي بالفلوس، والعراق ما شاء الله بلد غني إن صح التعبير، أكو بلد غني ما يصرف على تسليحه؟ يعني سيد فرح، هذا أنا الموضوع يألمني شخصيا، يعني يألمني. نعم. لماذا؟ سألني لماذا؟ لأن أنت تتوقف عن كل شيء، تتوقف عن كل شيء، لكن تأمن أهم شيء، تأمن حماية أمن وأمان بلدك، وتأمن سلة غذائية للمواطن. المواطن شي يريد سلة غذائية أنه ما يجوع، ويريد فشيء يحمي بنفسه مثل ما صارت ويا موضوع داعش. زين هسه السلة الغذائية نقول تقريبا مؤمنة، خلينا نقول مؤمنة، يعني بقى عندك الـ 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 الجيش. الجيش احنا اتكلم من الجيش، ما نقول القوات الأمنية، لأن القوات الأمنية مثلا الحشد او مكافحة هذول ما عندهم طائرات. الجيش هو اللي يمتلك السلاح الاستراتيجي، على السلاح الاستراتيجي استراتيجي يعني الدبابات البرامز، الطائرات السمتية، الطائرات المقاتلة. هذه المفروض اصلا، شوف هسه وزير الدفاع راح لفرنسا، زين راح لفرنسا، خلي يتفق على رافال مثلا، اتفق على رافال 10 طائرات فرضا، زين الموضوع يكلف له مليار ونص او مليارين دولار. طبعا هاي لازم فورا يعني البرلمان يتفق انه نمول هذا الشيء. لماذا؟ اسمعي ست فرح، لماذا؟ يجب تنويع مصادر السلاح. هذه مصر اني عليها ومتوقف الجيبين من روسيا. امريكا تقبل على تنويع مصادر التسليح غصبا ما عليها. للعلم والاطلاع، المفاوض القوي ما توقفه لا امريكا ولا امريكا اسلوبها خبيث. امريكا ايش تسوي؟ من تقعد تقول احنا نتخوف بانه مثلا لا تروح تكشف اسرارنا العسكريه. يابا مو احنا مو يمكم، لا تكشف اسراركم ولا هم يعزلون. ترجع تدخل في مدخل اخر، يقول انت ليش تجيب هاي الطائره؟ ما احنا عندنا طائره افضل، او عندنا دبابه افضل، او عندنا مدفع افضل. تدخل بها انت، لا خلاص انا اخذت منكم شكرا جزيلا، انا اتجه الى الصين، باكستان، هند، فرنسا، روسيا. هاي كل الدول هاي تبيع ليش؟ لان هي تعاني من اقتصاد ضعيف، يعني العلم والاطلاع، واحنا نمتلك الاموال. لكن الولايات المتحده عندها اوراق ضغط على العراق. طبعا طبعا اليوم العراق شلون يقدر يتخطى هذه النقطه يا استاذ؟ هذه والله يا ست فرح باعي، مو انت يا احنا رمضان وما نريد نصير اعصاب. هذا صوتي وصوتك، لو صوت اللي راح وتعاقد وخلى الـ 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 التفاح كله في سله واحده، او البيض كله في سله واحده، اللي راح وتعاقد ويا هذه الجهه الواحده. يا عزيزتي احنا اليوم من رحنا، شنو المانع انه اخذته من امريكا F-16؟ تمام لو لا؟ تمام. اخذته منها سيزنا كارافان،
الروس لان الطائرات قديمه سي 25 يعني سي 25 نعرفها هي حتى الان يعني ما نقدر نصلحها صيانه دوريه بسبب العقوبات على روسيا. إيه ليش هسه مو روسيا تطلع لي سي 57 سي وسي 57 55 القديمات؟ اي مو ماكو اولا ماكو دعم مالي ماكو دول تبيع لك. وهذا الموضوع ترى بالمناسبه ست فرح اليوم اذا تعاقدتي على الرافال خاف على بالك بعد شهرين راح توصل ترى اقل شيء 3 سنين احس بيها بين ما تصنع وبين ما يدخل الطيارين اذا مو 4 سنين بين ما يدخل الطيارين تدريب عليها والكادر الفني. اهمال متعمد لو سوء تخطيط لو صفقه سياسيه تمنع من تسليح العراق. لا 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 انا اعتقد بانه السياسه لها دور كبير اما الاهمال لا الوزاره الدفاع ما لها علاقه اعطيني فلوس انا اروح والحجه الاخ بس يجوز الاهمال من البرلمان ما يخصص فلوس اي ما يخصص والحجه الاخ والله فساد. طيب يا عزيزتي يعني هل من المعقول العراقيين كلهم فاسدين؟ اي ما معقوله اليوم انت شغله واضحه تروحين تشترين طياره. من يقول فساد؟ البرلمان راسا يطلع نواب يطلعون لا هذه صفقات فساد لا هذا وقتها المالكي سيد المالكي من راح الصفقه ترى كانت ضخمه جدا ويا روسيا لكن ايضا وقفت نتيجه لان احنا اليوم مشكلتنا بالبرلمان العراقي ما جاي يخصص مشكلتنا التمويل المالي انا ما اعرف البرلمان غير البرلمان يجب ان يجلسون بالموازنه ويقول ابعدوا الجيش. عزيزتي اكو تفتيش هذه ما شغله الفساد اعطي انا اليوم انت جبت العقد الفلاني الامارات مثلا جابتها بالطياره مثلا ب 10 مليون دولار فرضا او 20 انت ما تجيبه غالي تجيبه نفس سعر الامارات او نفس سعر قطر او نفس سعر تركيا او نفس سعر ايران. ليش العراق يجيبه اغلى؟ بوقتها كيف صارت صفقات الفساد من الكومشينات اللي صارت بوقتها اتكلم قديما اني هسه ما عندنا عقود زين لكن قديما كانت هذه النقطه هي المهمه تروحين تتعاقدين على مسيرات قالوا والله لا هاي صفقه فساد. اي بابا احنا يحتاج لنا مسيرات يحتاج لنا مسيرات هاي حمرين وغير حمرين هاي التلال والجبال هاي ما يكشفها الا المسيرات بالمناسبه المسيرات الامريكيه مو تفتر 24 ساعه فوق العراق اي مو هي هاي جايه اسالك يعني احنا انت قلت عندنا رادارات ذاك اليوم مو وقعت وحده ذاك اليوم بدياله بمام ويس مو وقعت وحده امريكيه زين طياره انت قلت عندنا رادارات متوسطه و مرتفعه عاليه التردد وباقي منتظرين منخفضه التردد ومنخفضه التردد عشان الطائرات الأمريكية جاي تلعب لعب سوا العراق. والله أنت ست فرح صايرة أسئلتك خطرة هالأيام تزداد الخبرات ما شاء الله ست فرح. طيب. هذه الدفاع الجوي بأربع يعني أربع مراحل هو الكشف والتمييز والتصدي والتدمير على كيفك الكشف عندنا عندنا التمييز أيضا عندنا هو نفس الرادار يميز هاي الطيارة عدو أو صديقة بقى التصدي بيش راح تتصدي لها اذا هنا نحتاج لنا منظومه دفاع جوي صواريخ مثل باتريوت مثل اس 300 اس 400 يعني انتم تشخصون الحاله بس ما عندكم العلم ما عافيه عافيه ما عندنا انا اذا هي طايره لي بعد 30 كيلو متر بيش اضربها بالرشاشه بيش اضربها زين الجهات الامنيه تعرف هذه النقطه فاحت بيها الحكومه كلها العراقيه كلها تعرفها واني حاكيها ماكو قناه لا عربيه لا دوليه لا هاي ما متكلم بيها زين كلهم يعرفوها ولا تحركوا لا على منظومه اس 300 ولا لان فلوس ما عندهم اذا يجيب باتريوت المنظومه مالته بمليار دولار الاس 300 بنص مليون دولار الاس هذه 500 مليون دولار الاس 400 لا قدر الله لا قدر الله اذا رجع سيناريو داعش او سيناريو يشبه سيناريو داعش اليوم القوات الامنيه على استعداد لردع هذه الهجمات اكيد هذا الموضوع منتهين منه لكن قولي راح نعطي خسائر نعطي خسائر ليش لان انت ما تترصدين العدو من الجو باقيه على شي خبروش التحالف الدولي يقولوا ايش تحركوا منا او تحركوا منا ما عندك المسيرات اللي هسه دا احكي بيها المجوسيه التحالف الدولي ما يريد انه العراق يكون عنده مسيرات ليش؟ حتى يبقى الجهات الامنيه تحت سيطرته من دخلوا بشهر السادس 2014 مو حكيناها وراح اكرر لك اياها على الرغم من خطورتها ليش هم التحالف الدولي 24 ساعه فوقانا ما عرفوا بال 200 سياره اللي خرقت ودخلت موصل ما تنشاف عندهم بالرادار ليش احنا شفنا الرتل اللي طلع من الفلوجه راح الحديثه وضربناه ليش ما كانوا يقدرون يشوفون يقولون يابا ترى دير بالكم داخل عليكم رتل سيارات من الحدود السوريه وهذا هم راح ياسس لي السؤال الولايات المتحده تحرك داعش مثل ما تريد
هذا أنا بالنسبة لي ما عندي تأكيدات على هذا الموضوع، هذا موضوع لغط. هذا مو لغط، هسه حضرتك اعطيتني دليل شلون أرتال تفوت بهالمناطق شلون ما كشفوها التحالف الدولي، شلون ما كشفوها؟ أنا هم مشكك، هاي النقطة هم مشكك أنا بهذا، لكن ما أدخل بمثل هذه الخلافات السياسية. جماعة أمريكا يقولون داعش إيرانية، جماعة إيران يقولون داعش أمريكية، واني حاير بين هذا. انا اريد وجهة نظرك. لا لا ما هي واضحه شلون داعش ايراني. وجهة نظري ها، اي وجهة نظرك، خلينا نتحدث بالحقائق. هذه وجهة نظري، وجهة نظري الان كالاتي: تحركت داعش ودخلت وربما علمت بها قوات التحالف الدولي او القوات الغربيه، لكنها قد تكون قد غضت النظر على اعتبار من منطلق انه في وقتها كانوا طالعين هم، يعني انا توقعت منه رايد يطونا قرصة اذن. ها على ابو اذا طلعنا راح يرجع لكم البعبوع اللي اسمه تنظيم داعش الارهاب. وهم ولعت، ليش خلي ليش مخيم الهول هسه ب 50,000 واحد؟ اي مو هذا هم السؤال، الحكومه العراقيه ليش غافله عن هذه القوه؟ ترى مخيم الهول اذا هاي خارطه العراق، ترى هم هناك يعني 13 كيلومتر عن العراق، غير قوى سوريا الديمقراطيه 11,000 معتقل من اخطر المعتقلين الارهابيين الدواعش. ليش لحد الان ما صار تحرك على هذا الملف؟ ده نتحرك عليه. كم مره حضرنا مؤتمر بالمستشاريه وجوي السفراء، واكو دول تعاونت سحبت، لكن العدد كبير، العدد بعد عندنا، عندنا هوايه، عندنا عوائل هوايه بال 20,000 25,000 نفر احنا موجودين. بس احنا تحدثنا بكل المشاكل، شنو الحلول من وجهه نظرك؟ الحلول اولا يخصصون اموال لازمه ويتحركون، يطلعون وفود يتحركون الى كل الدول بيها منتجات عسكريه سواء ارضيه او 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 جويه او مسيرات تخدمنا. تحرك للصين، اتحرك لفلان دوله، اتحرك لفلان دوله، كلها اتحرك عليها واسويها عقود سريعه من اجل انه انتبهتي على بيان القائد العام للمحادثات الامريكيه العراقيه، قال بنقطه منهن، قال تعزيز القدرات العسكريه بالتزامن مع انسحاب التحالف الدولي. يعني يسحب التحالف واحنا لازم، هذا حكي يقول لك الولايات المتحده، خلينا نحكي بصراحه، راح تقبل تيجي مسيره من الصين او من اوروبا او حتى من روسيا؟ ما عندهم اشكال اذا هم راح يطلعون، يبقى التعاون العسكري ويا امريكا. احنا ما عندنا مشكله ويا امريكا عزيزتي استفرح، ما عندنا مشكله، باقي التعاون العسكري زين. ما عندنا مشكله بعد كل ما سوت الولايات المتحده. اسمحوا لنا ان نجيب اسلحه اخرى، اسمحوا لنا ان نجيب اسلحه اخرى. احنا نشكركم، عندنا الاف 16، عندنا السيزنا كارفان، عندنا البرامز، بس احنا نحتاج اسلحه من دول اخرى. زين خلاص الموضوع، يتكلمون ويا مفاوض قوي يتكلم ويا بهالقوه هاي. شكرا جزيلا دكتور سرمد البياض الخبير الامني، حياك الله نورتنا في حلقه اليوم، اسال الله لك كل التوفيق ان شاء الله تعالى. اذا سادتي الاكارم نفتح واياكم الملف الثاني في حلقه اليوم بتقرير للزميل شيبان سامي عن تقديم وزيرة الاتصالات طلبا واضحا بشأن حجب تطبيق التيك توك في العراق. وزيرة الاتصالات خلال مؤتمر صحفي أعلنت تقديم طلبا لمجلس الوزراء لحجب تطبيق التيك توك كونه ساهم بشكل كبير في تفكك النسيج المجتمعي، مؤكدة إن العراق خرج من قائمة أعلى الدول في زيارة ومشاهدة المواقع الإباحية. كان العراق ضمن قائمة أعلى الدول مشاهدة للمواقع الإباحية. الآن بعد عمليات الحجب برغم إمكانياتنا المتواضعة، الآن العراق خرجوه من دائرة أو قائمة أعلى الدول مشاهدة، خرج من القائمة بالنسبة لهم. نعم أنا قدمت طلب لمجلس الوزراء بحجب التيك توك، وأتمنى أن إن شاء الله يناقش بأقرب جلسة ممكنة بحجب التيك توك. في الحقيقة التيك توك ساهم بشكل كبير في تفكك النسيج المجتمعي العراقي. تراوحت آراء الناس باستخدام تطبيق التيك توك بين القبول والرفض، فالبعض يعتبره مصدرا سهلا للتحرش اللفظي ومضيعة للوقت، بينما يراه آخرون مصدر رزق لبعض الشباب أصحاب المحتوى الهادف. لا والله ضده، لأن محتوى هابط ينشر بتعمل أو بتخاله يصعد المستوى تعبان أول شيء، هذا الشيء غلط. طبعاً أنا ضد غلق التيك توك. ليش؟ أول شيء أكو عالم استفادة من وراء إعلانات، ترويج. يعني أنا مفكر أفتح ترويج على التيك توك. هاي واحدة. اثنين أكو مستوى هابط، حاربوا ذولا المستوى الهابط. شلون ما ذولي جاي يطلع عليهم القاقبض وهاي؟ أكو مستوى هابط، تندلون مكاناتهم تقدرون تطلعون عليهم.
بس مو ألغي قناة كاملة أو برنامج على مود كم شخص، صح لو مو صح؟ هاي واحدة. اثنين، أسانع الدوالتي بالبيت، لا تقدر تمشي لا تروح، ولا تقدر تباع التلفزيون، تباع التكتك. بس هو ما تباع على المستوى الهابط، تباع على الشيء الزين، فأنت الحاجة أنت تقدر تستخدمها زين لو مو زين. العراق من أوائل الدول العربية التي تتجه لحظر التطبيق، كونه لا يحتوي على فائدة علمية وتعليمية. من بغداد شيبان سامي، الأيام الفضائية. وللحديث عن الملف الثاني في حلقة اليوم ينضم إلينا في الاستوديو الباحث والإعلامي الأستاذ محمد الحمد، حياك الله ورمضان كريم. رمضان مبارك، حياك علينا وعليك إن شاء الله. أكو مساعي لغلق تطبيق التيك توك في العراق، أكو مؤيدين من المواطنين وأكو رافضين، أنت شنو وجه نظر حضرتك؟ شكرا جزيلا في البداية، تحية لحضراتكم ولجمهوركم الكريم ولأسرة قناة الأيام، ونبارك للأمانة الإسلامية ولادة الإمام الحسن سلام الله عليه. عليه السلام. طبعا يعني هذا الموضوع يراد لأنه يتحدث فيه بإطار العام وإطار الجزئي، يعني الحديث ربما عن تطبيق فقط بعينه ربما يجزئ المسألة. بمعنى أن اليوم الوزارة أو كل المؤسسات المعنية بهذه الملفات هل لديها قدرة على تنظيم هذا الموضوع؟ أنت تعرفين اليوم السوشيال ميديا اليوم أصبحت هي اليوم ربما المنتشرة انتشارا كبيرا وكثيرا، ربما تفوقت حتى على مستوى الانتشار على التي في. نعم ليس بمستوى الموثوقية، الموثوقية ما زال يحتفظ بها التي في، ولكن على مستوى الانتشار هي تقدمت كثيرا، ربما 60 إلى 40% أو 70 إلى 30% في آخر الإحصاءات. فبالتالي ما ممكن اليوم أن أغلق تطبيق. طيب والتطبيقات الأخرى ماذا عنها مثلا؟ إذا أنا اليوم عندي استفهامات أو عندي ربما إشكالات معينة على تطبيق معين، طيب هناك تطبيقات كثيرة موجودة ولديها انتشار. تصنيفات أو ربما الاستبيانات الأخيرة، نعم وضعت اليوتيوب في المرتبة الأولى من عدد المشتركين العراقيين، ثم التيك توك، ثم الإنستغرام، ثم الفيس، ثم كذا. طيب إذا اليوم عندي إشكالات معينة على التيك توك، طيب ماذا عن التطبيقات الأخرى؟ ماذا أفعل؟ هل سوف أغلقها مثلا؟ لماذا لا نذهب إلى موضوع التقنين، إلى موضوع الضابطة؟ لماذا مثلا نحن لدينا مشاكل كثيرة وعديدة حتى مثلا مع شركة ميتا لشركة الفيسبوك وتفرعاتها؟ لحتى هذه اللحظة العراق لم يتعامل معها وفق منطقة، خلينا نسمي إن صح التعبير، وفق منطقة الدولة. بما معنى أنه على الأقل أفرض عليها شروطي ومعاييري. اليوم هذه الشركات تعمل وفق القانون الأمريكي، وهذا ما يتعارض. رسمية ما لها في العراق، هو هذا تحدث عن هذه المشكلة، هي تعمل وفق القانون الأمريكي. أنا شنو ربطي بالقانون الأمريكي؟ هناك الوضع مختلف، المجتمع مختلف، الطبيعة مختلفة، الثقافة مختلفة، كل الأمور مختلفة عن طبيعة المجتمع. ضعف وين حتى طيب وصلنا إلى هذا اليوم المرحلة. المفروض أنا أمتلك أجهزة معينة حتى أغلق بوابات النفاذ. دائما نسأل السيدة الوزيرة، أتمنى لها حقيقة التوفيق في عملها، دائما تعمل في سبيل أنه تضبط الأمور بشكل أو بآخر، لكن بحاجة إلى أنه تقنين هذا الأمر وليس ربما قطع بهذه الطريقة وبهذه الشكل وبهذه المفاجأة. مثلا اليوم أنا عندي جهازات في أجهزة لبوابة النفاذ أنه أقطع الإعلان. اليوم أنا شنو ضغط على الميتا سواء موضوع الإعلان حتى أنه أجلبه إلى طاولة التفاوض من منطق القوة، أنه أنا أستطيع أن حجب الإعلانات عليك، وبالتالي ستفقد الكثير من الأموال، وهو يجني من العراق حقيقة أموال كثيرة وطائلة بشكل كبير على المستوى السنوي. طيب بهذه القصة نحتاج إلى أجهزة متطورة، هذه ممكنة؟ نعم ممكنة، أموالها متوفرة. وزارة متوفرة الاتصالات غابت عن كل هذه الحلول وراحت إلى غلق تطبيق التيك توك. ما حضرتك تفضلت هسه بنقطة مهمة، هو الشخص الهابط ممكن يقدم محتوى هابط بالتيك توك أو بالإنستغرام أو أي مكان، هذا اللي قصده. طيب ليش الوزارة راحت لهذا القرار؟ هذا اللي قصده. هسه ما أعرف هم المعنيين حقيقة بالإجابة عن هذا الملف، ليس أنا معني بالإجابة عن هذا الملف. أنت حضرتك كباحث. لا أعرف حقيقة، يعني هم هذا سؤال مباشر تنفيذي متأصل بالوزارة، يعني يجب أن يحمل في رؤية الوزارة أنه حتى هم يجيبون لماذا لم يذهبوا إلى موضوع التقنين. مثلا قبل فترة كان عندنا مكافحة المحتوى الهابط، وربما استمرت لفترة معينة، لماذا لم يستمروا فيها؟ ولماذا ركب الملف على الداخلية بينما هو المفروض معني به الوسائل الأخرى، المؤسسات الأخرى مثل الإعلام والاتصالات بالدرجة الأساس بالتعاون مع وزارة الاتصالات؟ لماذا لا نمضي بموضوع القانون؟ لماذا لا نمضي بجلب أجهزة؟ نحن لدينا أجهزة ربما لكن ما أعتقد هي متطورة الآن. أراد يصير قانون وصارت عليه جلبة إعلامية وصارت عليه ضجة على بأن هذا القانون سيقيد الحريات. أي قانون؟ قانون المعلومات والجرائم الإلكترونية. لا شوفي، لا احنا مو نمشي مع الأمزجة،
احنا اليوم دولة المفروض تفرض رأيها تفرض نفسها بالقانون. اليوم هذا قانون بمصلحة عامة، مو انظر به المصلحة الخاصة. اليوم المصلحة العامة وانت تمضي لازم امضي معاها، وبالتالي انه القانون يكون وفق المصلحة العامة للبلد كله. لكن ما اتفقوا عليه، البعض شافه، هذه هي المشكلة. وجهة نظره صحيحة، قال لك انا اذا انزل منشور ممكن انذب بالسجن. هم القانون ما صار عليه قراءة القانون، ما صارت عليه اتفاقية. اليوم شلون نقدر نوصل إلى حل وسط بين الأمزجة؟ شوفي هسه هذا القانون لم يقر يمكن حتى هذه اللحظة. لا لم يقر. المشكلة عندنا في البرلمان العراقي في هكذا قوانين حساسة لا يمتزج الآراء أو على الأقل يستأنس بالآراء الأخرى. يعني يمضي الأخوان ربما باللجان المختصة ويقرون هذا القانون. أنا قريته قبل فترة جرائم معلوماتية، أيضا كان عندي لقاء مع قناة النجباء أعتقد قبل سنتين من الآن أو سنة ونصف ما أتذكر حقيقة، وناقشنا وكله عبارة عن غرامات وسجن، غرامات وسجن، وماكو تمييز بين النقد وبين التسقيط والإساءة. هاي الفقرة غابت، وهي مشكلة كبيرة، وهذه المشكلة أيضا يقع بها الناشطين وحتى الإعلاميين والنخب كذلك، أنهم لا يميزون بين التسقيط والنقد. أنت أنقد طبيعي لكن لا تمضي باتجاه الإساءة والتسقيط. الإساءة والتسقيط تأخذنا إلى 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 الفوضى بشكل عام، وبالتالي نخاطب الأجيال بلسان الفوضى. وحتى المحتوى الهابط أو ما يسمى بالمحتوى الفاحش ينذب له بالسجن يوم ويطلع وراها بكفالة، ويرجع أقوى من الأول بنشر هذا المحتوى. لا، لذلك هذا يجب أن يكون هناك قانون ضابط بهذا الملف، خصوصا إن مضت المؤسسات المعنية بهذا الموضوع من خلال تسجيل الناشطين بشكل رسمي ضمن قاعدة بيانات كما هو المعمول بها بكل الدول. اليوم أنا عندي معلومات كثيرة حقيقة أنه في بعض الدول أنه ما يستطيع أي ناشط رفع مقطع في اليوتيوب بدون موافقات رسمية، وهذا معمول فيه. اليوم حتى موضوع الاتصالات في التطبيقات أنه هذا أيضا في عليه تقنين معين. ليش حضرتك تروح على الناشطين؟ ما هو اليوم أي مواطن ممكن يرفع أي فيديو على اليوتيوب؟ أنا بما معنى هو أصبح ناشط اليوم. اليوم واحد اليوم أنا باستطعت أن أكون محطة فضائية وأنا جالس في بيتي أستخدم التطبيقات، فبالتالي دخلت بهذا النشاط ولذلك نسميه ناشط. بالتالي يجب أن يكون يدخل ضمن سيستم معين، ضمن قاعدة بيانات معينة، كي يكون ملزم بمعايير موجودة أن يلتزم بها ببثه أو بإعلانه أو بكلامه أو ما شاكل ذلك، لأن هو اليوم يخاطب الناس. اليوم هذا موجود حتى عند الأطفال، وهذه حقيقة مشكلة كبيرة ومعقدة. فبالتالي يجب مراعاة البلد، قانون البلد، الطبيعة الثقافية والاجتماعية لهذا البلد، المنظومة القيمية للمجتمع يجب أن تراعى. ست قوانين عندك وعندك مجموعة قيمية غير موجودة. وعندك شلون موجودة؟ غير موجودة. يعني إحنا اليوم أي فقرة بالقانون العراقي إذا ما نشرت محتوى فاحش حتى المحكمة الاتحادية دخلت في هذا الموضوع. ليش أنا أصل المحكمة الاتحادية أن تأخذ هذا الدور؟ هو مدورها. وهذا سؤال. أي مو هذه المشكلة، ليش المؤسسات ما تأخذ دورها؟ نحن عندنا هنا المشكلة. المشكلة المؤسسات أحيانا ما تأخذ دورها بسبب المجاملات والمراعاة وما إلى ذلك. وهذه المشكلة التي نقع فيها حقيقة أحيانا. لماذا أن نصل إلى موضوع المحكمة الاتحادية الدستورية العليا وأن نضعها حقيقة في هذا الحرج أمام الناس؟ يعني هسه حضرتك تقول المشكلة بالقانون. لا، هو القانون تحدثين ببعد ممقر. أنا أتحدث عن دور مؤسسات. يعني أنا أتحدث غير جرائم المعلومات. أنت تتحدث على القوانين. عن أصل الموضوع. أصل الموضوع يجب أن تكون هناك حقيقة جملة من الحزم الإصلاحية في إدارة هكذا ملفات. هذا المفروض يكون من خلال المؤسسات المعنية، سواء الهيئة بالتعاون مع وزارة الاتصالات. بس حتى أثناء تنفيذية مشكلتنا لو قانونية. لا الآن مشتركة مع بعضها. مشتركة مع بعض. دعني أرحب بالنائب هيثم الزرقاني عضو لجنة النقل والاتصالات النيابية. حياك الله سيادة النائب. تضاربت الآراء بشأن أهلا وسهلا ورمضان مبارك إن شاء الله عليك. تضاربت الآراء بشأن غلق موقع تيك توك بسبب المحتوى الهابط بين مؤيد وبين معارض. كجهة تشريعية حضرتك ورقابية، شو تقرأ هذا القرار من وزارة الاتصالات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام لحضراتكم. نحن كأعضاء لجنة النقل والاتصالات تفاجأنا في الإعلام حالنا حال أي، وأيضا مجلس الأمناء اللي هو المهتم بالإعلام والاتصالات هم تفاجأ مثلنا. طبعا نشرت على المجلس أخبار أنه هنالك نية لغلق موقع أو برنامج التيك توك على منصة التواصل الاجتماعي برأي وانفراد من قبل وزارة الاتصالات. نعم. طبعا أنا بالمناسبة يعني لحد هذه اللحظة ما داخل على تيك توك ولا عندي تيك توك، لكنه تقريبا 70-80% من المستخدمين لنا في العراق هم لديهم برامج تيك توك، يكون برامج ترفيهي اللي الوحيد وربما يستفاد من عنده أيضا نشر النشاطات وينافس اليوم الفيس وينافس التويتر. لكنه تعجبنا واستغربنا أنه الادعاء من الوزارة أنه بسبب المحتوى الهابط.
طيب هذا حقيقة خطأ ولغط. بإمكان اليوم أي أداة تستخدم، أما حلال شرعا أو حرام شرعا، أو بمستوى أنه تكون برنامج راقي أو هابط، هذا ترك للمتلقي والناشر. إن كان أنه يعني يحاسب أصحاب المحتوى الهابط مثل ما عمل سابقا من خلال الكيس. يعني حضرتك هسه انت تشوف غلق هذا التطبيق من غير فائده، لانه بالفعل ممكن صاحب المحتوى الهابط ينتقل الى غير تطبيق، اذا شنو الجدوى؟ فانت شوف هذا يعني من غير جدوى ينتقل الى الف تطبيق، لكنه تنافس الوزاره هنالك من يعمل على ترويج بضاعته من خلاله، ويتناسى ان هنالك حسابات وهنالك تواصل واستفاده ماديه وغيرها، هذا كلها تنضرب براي شخص فرد. يعني هذا الفرد هل انتقلت الى هيئه راي الوزاره؟ هل انتقلت الى مجلس الامناء؟ ام هو راي فردي وخلاص انا اغلب؟ زين سياده النائب بصراحه ضد هذا القرار، واقفين ضد هذا القرار كلنا. نعم. وان شاء الله راح نتواصل مع دوله رئيس الوزراء وايضا مع اعلام الاتصالات ونشوف مدى تطبيقه ونضغط على الوزاره تراجع عن هذا الراي. زين بصراحه يعني سيادة النائب مشكلتنا اليوم تشريعية لو مشكلتنا تنفيذية، اشو جماعة المحتوى الهابط يرجعون اقوى بعد القاء القبض عليهم. القرارات جاي تطلع بانفرادة تنفيذية بدون المشروع وبدون الرجوع الى التشريع. التنفيذ هو من يجد المشكلة ويروج للمشكلة ولا يجد لها حل حقيقة يعني. ويضعون الكرة في ملعب التشريع والتشريع بعيد وبريء من هذه التصرفات. لا هو مو بريء كلش سيادة النائب، المفروض انت عندك قانون لجرائم المعلوماتية، يعني البرلمان مو بريء لهذه الدرجة. احسن وصلت الى الموضوع اللي كنت انا شويه كنت ردفت عن التصريع. قانون المعلوماتية تفردت الوزارة ورئيس الوزراء بسحبه من البرلمان دون معرفة اسباب ذلك، لكن احنا ماضين ان شاء الله لجمع تواقيع و بدل ما يكون هو مشروع قانون ولا يكون ان شاء الله هو قانون ونمضي به، لانه يخدم كل المؤسسات ما بين الحكومه والمقاولين والمستثمرين والمواطنين. ولكن سياده النائب اكو من يشكل على هذا القانون يقول لك هذا يحد من حريه التعبير، واذا واحد حكى كلمه غلط منا او منا ممكن يزج به بالسجن. هو يمتى تناقش حتى يحد أو يتخوف من عنده؟ بعدنا بسم الله لحد الآن يعني ما قرينا حتى ولا قراءة حتى نمشي به، هي قراءة أولى وانسحب، بعد ورانا على قولتنا وعلى حسب المثل الدارج خصمه وجذري أخذ مشورات ولقاءات ما بين الوزارة وهيئة الأعمال والاتصالات وأيضا مع الشركات مزودة الإنترنت وشركات الاتصالات، لنا كلمة ولنا لقاءات. ولا ننسى راي بعض المواطنين كمنظمات مجتمع مدني باعتبارهم قريبين عن راي المواطن ونحن ممثلين عن المواطن لانه يضمن حق المشتركين وهذه امور كثيره يعني. نعم شكرا جزيلا سياده النائب هيثم الزرقاني عضو لجنه النقل والاتصالات النيابيه، حياك الله كنت معي عبر الهاتف. اذا قانون جرائم المعلوماتيه راد يقرب البرلمان، لكن وزاره الاتصالات ضغطت على هذا الموضوع لسحبه من البرلمان بحسب ما تفضل سياده النائب هيثم الزركان. شنو تعليق حضرتك على هذا؟ خيرا فعلت، لان بحاجه الى معالجه. فعلا بحاجه الى معالجه، لان القانون كتب ربما باطار واحد، اطار فقط انه الغرامات والحبس وما الى ذلك، يجب ان يعاد النظر فيه. ولكن لا يجب ان يتاخر طيله هذه الفتره، ان يعاد النظر به من خلال لجان متخصصه والاستئناس برايها من المعنيين بهذا الشأن، من أساتذة الجامعات، من خبراء بهذا المجال. حتى يكون قال لك قراءة أولى بسم الله بعدنا ما عدلنا عليه. طبعاً طبعاً هذا يجب أن يكون ناضج بالأساس، يجب أن تقدم الفكرة ناضجة، الفكرة بالأساس هي بها مشكلة. فإذا كان الموضوع على عاتق الحكومة إعادة النظر فيه مرة أخرى وتقديمه مرة أخرى بشكل ناضج، أو على عاتق البرلمان من خلال نقاشه وتعديله. زين هسه تتوقع أنه ذاهبين بإغلاق هذا التطبيق لو راح يلقون معالجات حقيقية على أرض الواقع للحد
من ما نراه للأسف من تلوث بصري وسمعي واجتماعي وديني وأخلاقي على مواقع التواصل الاجتماعي. يعني وفق المعطى الحالي أن الوزارة حولت الموضوع إلى تصويت داخل مجلس الوزراء ومن ثم للتصويت للبرلمان، وهذا الموضوع أعتقد يأخذ له فترة ليست بالقصيرة، وأن يأخذ مجالا للتطبيق حقيقة أستبعد ذلك، ولكن المعالجة الحقيقية تكمن من خلال أن وضع ضوابط حقيقية بالذهاب بمحاربة هكذا محتويات، وبنفس الوضع وضع حقيقة موضوع تقنين للتعامل مع هذه الشركات. ما ممكن اليوم هذه الشركات تعمل بشكل منفرد ومنفلت بهذه الطريقة، ولا أخص تيك توك فقط، إنما كل الشركات المعنية بالتواصل الاجتماعي الأخرى. اليوم العراق يمتلك بوابات نفاذ تقطع الإعلان التجاري عن هذه الشركات، وبالتالي تستجلبها للتفاوض وتتحدث معها من منطلق القوة وتفرض المعايير اللي تخص الدولة العراقية بما يراعي موضوع المنظومة القيمية للمجتمع العراقي، وعلى المؤسسات أيضا تنظيم هذا الموضوع مع ناشطين ومع مدونين وإلى آخره من خلال ما طرح مما يسمى لوائح المحتوى الهادف وإلى آخره، ولحد الآن هي ما زالت للأسف معطلة حسب الأمزجة. باحث اجتماعي، أكو سؤال ليس اجتماعي، أكو سؤال بين الأوساط الاجتماعية بين المواطنين، يقول لك أكو جهات تدعم بعض الشخصيات المؤثرة على هذه مواقع التواصل الاجتماعي لأنه ما يخافون لا من حبس لا من غرامة لا من سجن، وحتى لو فعل عليهم هذا القانون يرجعون أقوى من الأول. لا، احنا لو نذهب الى فعلا تقنين الموضوع ما يرجع أقوى من الأول، ما ممكن، لان هو اصلا راح يصير عليه بلوك من نفس الشركة. هي هذه اللي اريد اصل لهذه النقطة. هسه مثلا على سبيل المثال أي. انت اليوم عندك مثلا حساب بالفيس وتريدين تصعدين صورة رموزك والقادة على سبيل المثال قادة النصر، هل تستطيعين ذلك؟ لا، لانه انا اتبع لسياسة شركة ميتا. احسنتي، طيب هاي محرية شخصية جاي تعرض للخطر ام لا؟ طيب من تنزلين محتوى احسنتي، هذا اللي قصده، هذا اللي قصده سيدتي الكريمه. انا المفروض انه انا هذا دا يستفيد من العراق اموال طائله جدا على سنويا، انا اقطع الاعلان عليه وبالتالي اسحب الى اداره التفاوض، اقول له هذا لك، هذا اللي اوصل الى نقطه مشتركه. ما ممكن انت تفرض ارادتك على مجتمع بهذه الطريقه وبنفس الوقت تشجع الحاله السلبيه وتاخذ مداها بالانتشار، ما ممكن. هذا يكون الضابط عليه، وبالتالي اضع قاعده بيانات لكل الناشطين او المدونين، وبالتالي اي خرق يسجل من هؤلاء يتم حظر حسابه ويتم تغريمه او ما شابه ذلك. انا ضد موضوع الحبس، ان هذا حقيقه دخلنا باطار اخرى، انا مع التغريم بشكل مباشر حتى اضمن سيرورة القصة باتجاه حقيقة ناضج وحضاري بما ترتقي حقيقة دولة. شكرا جزيلا الباحث والإعلامي الأستاذ محمد الحمد، نورتنا في حلقة اليوم. شكرا جزيلا على كل ما تفضلت به من هذه الإيضاحات. ختام ملفنا الثاني بأبرز الآراء المتداولة في موقع أكس حول قرار وزارة الاتصالات بحجب تطبيق التيك توك في العراق. الحصاد بموجز لأهم الأخبار. الشيخ همام حمودي يؤكد لمحافظ النجف الأشرف بأن خصوصية المحافظة تفرض مسؤوليات كبيرة. مجلس الوزراء يقر اعتبار عطلة عيد الفطر المبارك بدءا من 9 نيسان إلى 13 من الشهر ذاته. ورئيس الجمهورية يؤكد خلال استقباله لجنة الأمن والدفاع النيابي أهمية ترسيخ الاستقرار الأمني.
وفد عراقي برئاسة مستشار السيد السوداني لشؤون النقل يتابع في أنقرة سير تنفيذ مشروع طريق التنمية. وأخيراً وزير الصحة يعلن عن مشروع جديد لإنشاء مستشفى متطور للأمراض السرطانية بسعة 400 سنة. الحصاد انتهى، شكراً على كرم المتابعة وتصبحون على ألف خير.